الجون واللقطه اللي قبلها بيتبين لك قد ايه ما كانش فيه وعي كافي من ابراهيم النضاي. كان لقطه غريبه جدا هنا. بس ممكن نبص شوف الراجل ما عندوش اي وعي باللي بيحصل وراه هنا. معلش لو نستنى ثانيه هو الراجل عمل اسكان في المنطقه اللي وراه ومع ذلك قرر يضغط. لما ارجع تاني ارجع ثانيه تاني بص بس هو هنا هيعمل اسكان. ماشي كوره عادي ماشي الكوره بقى خلاص عمل اسكان وبرده قرر يضغط. طب انت ضغطت ليه؟ ادي اول لقطه هنكمل كوره هتمشي عادي جدا. بس نفس الغلطه بتاعه الجون ان هو في الارتداد الدفاعي ما بيقفلش عمق الملعب او ما بيقفلش الممر الداخلي وده غلط جدا وده عدم درايه بالمركز بتاعه. دي حاجه تانية. هنا هو بيحاول يعمل انترسبشن على الكوره او بيحاول يستخلص الكوره. الاستخلاص بتاعه للكوره بيستخلصها برجله لقدام والطبيعي ان هو دايما بيستخلصها بالباك فوت. الباك فوت دي بتحميك من الفاولات بتحميك من حاجات كتير جدا. حتى لما بتقطع الكوره نفسها بتقدر ترجعها لمناطق ابعد. لو رجعنا كره الجون تاني هي نفس الغلطه اللي حصلت في الجول الاولاني وهي نفس الغلطه اللي متكرره تقريبا. الزمالك كمان اخر حاجه عنده مشكله كبيره جدا بيعاني منها الفتره اللي فاتت هي صناعه الفرص. النهارده في ماتش النهارده الزمالك صناعه الفرص الخطر هي مفيش ولا فرصه خطر. ماتش البنك الاهلي تقريبا هم فرصتين. هي الزمالك بيواجه حاجه من اتنين في النقط دي. الحاجه الاولى اما تمركزات المهاجمين جوه او اللعيبه بتوع الخط الهجومي جوه المنطقه ما لهاش نمط معين او تحس ان مفيش تدريب عليها او مفيش كثافه خالص. يعني بيحصل اتنين عكس بعض بشكل كبير جدا. والحاجه الثالثه اللي بتاثر في النقطه دي الاتنين الباكات بتوع الزمالك سواء عمر جابر او احمد فتوح لما بيوصلوا النقطه الاخيره المفروض انها الاهتمام بنقطه الكات باص او الباك باص اللي هو الكات باص الباص اللي هو بتلعب لورا. انما هم دايما بيفكروا في العرضيات اول حاجه. والعرضيات الزمالك ما عندوش مهاجمين هيدرز كويسين غير ناصر منسي وهو اقل مهاجمين الزمالك مشاركه في الفتره الاخيره. عظيم. اسلام انا بشكرك شكرا جزيلا. متشكر جدا. شرفت ونورت خليفه. نورت الدنيا. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا معاك يا كريم طبعا. شكرا. والله ختم حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على الخير.